تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء الجميل، يتبع إن شاء الله باكر الخميس الونيس. وما شاء الله رد أقول ما شاء الله الجو رائع برا، درجة الحرارة نزلت والجو اليوم شكله أحلى من أمس. فهذه في بداية البرنامج رسالة إيجابية لكل حد بعد ما يخلص الدوام، مو بنطلع من الدوام زعما تبصمون طالعة من الدوام روحوا استانسوا بالجو، ما نبع أعذار أنه والله الجو حلو مو بجو دوام، لا حبايبي كله جو دوام، بعد الدوام إن شاء الله روحوا استانسوا وتكون أديتوا واجب الوطن، بعدين سووا واجب لأنفسكم. نصبح عليكم الخير من خلال برنامج صحة سعادة، البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. مثل ما تعودتوا أول شيء أرحب الموجودين معاي، اليوم معاي مخرج متميز محمود طافن، أنت معنا ولا شو رأيك يا وائل؟ معاي إخراج وائل، ومعاي في التنسيق ميرا أم خليفة، وصباحك ورد وصباحكم ورد، ومعاي في التقديم الدكتورة الجميلة ميسون. صباحك ورد يا ميسون. صباحك الله بكل الخير ندى حبيبتي، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. الجو جميل، الجو رائع الحين ما شاء الله، الجو فعلا طلعوا حدايق وبار عشان تجدون طاقة إيجابية وتمارسون الرياضة اللي تحججتوا ست شهور إن حر مرة منسوي رياضة. والله صراحة نصيحة من دكتورة ندى، لازم تستغلون الجو. بالضبط. نذكرهم بأرقام التواصل يا ميسون، 600-551-414 والمسجات أو رسائل نصية على 4006. ممتاز، مثل ما تعودتوا دائما نقولكم هاي قنوات التواصل، ترشونا ملاحظات، اقتراح، شكر، أي شيء تحسون أنتم تشاركونا مع برنامج صحة وسعادة، ونبي يكون تفاعل كبير مع البرنامج. مثل ما دائما نقول هذا البرنامج هو برنامجكم. مثل ما تعودتوا دائما هناك دراسة، اليوم الدراسة جميلة تتكلم عن تناول الأسماك. كشفت دراسة أسترالية حديثة أن تناول الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين مرتين أسبوعيا يمكن أن يحد من أعراض مرض الربو لدى الأطفال. الدراسة أجراها باحثون بجامعة لاتروب الأسترالية ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية Journal of Human Nutrition and Dietetics العلمية بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء. والربو مثل ما نعرفه مرض تنفسي مزمن ينتج عن وجود التهاب وتشنج في المسالك الهوائية مما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور والإناث في جميع مراحل العمر ويتمثل في سرعة التنفس والكحة وكتمة الصدر. وللوصول لنتائج الدراسة أجرى الفريق تجربة سريرية شملت 64 طفلا في اليونان تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عاما أصيبوا بالربو الخفيف، وقسم الباحثون الأطفال إلى مجموعتين. تناولت المجموعة الأولى وجبتين من الأسماك الدهنية المطبوخة التي لا تقل عن 150 جرام لكل وجبة أسبوعيا كجزء من نظام غذائي يعتمد على حمية البحر المتوسط لمدة 6 أشهر، فيما لم تتناول المجموعة الثانية الأسماك. وفي انتهاء فترة الدراسة وجد الباحثون أن المجموعة اللي أكلت الأسماك انخفضت لديها التهابات الشعب الهوائية وانخفضت لديها أعراض الربو مقارنة بالمجموعة الأخرى. واكتشف الباحثون أن الأطفال المصابين بالربو الذين يتبعون نظام غذائي صحي غني بالأسماك الدهنية تحسنت وظائف الرئة لديهم بعد 6 شهور. وأضافت اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر والملح يمكن أن يؤثر على تطور الربو لدى الأطفال، والآن لدينا دليل على أنه من الممكن أيضا علاج أعراض الربو من خلال الأكل الصحي. وأشارت إلى أن الأسماك الدهنية غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي لها خصائص مضادة للالتهابات، والدراسة تظهر أن تناول السمك فقط مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهاب الرئة لدى الأطفال المصابين بالربو. وتستخلص تلك الأحماض من مصادر نباتية مثل بذور الكتان، الزيوت مثل زيت الصويا والكانولا، أو من الأسماك الدهنية مثل السالمون، التونة، الماكريل، سردين، زيت السمك والطحالب. وكشفت دراسة سابقة أن تناول الأسماك الدهنية الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 يلعب دورا في نمو وتطور الأنسجة العصبية، ما يجعلها تعزز الذكاء، كما تلعب تلك الأحماض الدهنية دورا في إنتاج هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم واليقظة.
طبعا هذا يؤكد على الكلام اللي دائما نقوله من سوء ان نظام الحياه الصحي حتى للاطفال ياثر في عقلهم، ياثر في ذكائهم، في تطورهم. فتذكرين المقوله تقول السمك المفروض ما تاخذينه مع اللبن؟ ايوه. انزين احنا بنتكلم الحين عن اللبن ونسال خبيره التغذيه هل فعلا في ارتباط بين تناول السمك واللبن ويسوي تسمم. فمعانا عن طريق الهاتف اخصائيه التغذيه عفره بن كتة، اخصائيه تغذيه في هيئه الصحه بدبي. صباحك ورد يا عفره. هلا يا عفرة. ميسون بس نقول شو رأيك في المقولة اللي تقول السمك واللبن يسوي تسمم؟ ما لها أي صح صح يعني علميا أساس صحي، هي علميا ما لها أي صحة. بس بغيت أحب أذكر عشان السمك يقولون الحوامل كانوا يقولون يعني خطر أنها تأكل سمك في فترة الحمل. طبعا هو ليش خطر؟ لأنه فيه الزئبق. فنحن نقول دائما يتجهون للأسماك الصغيرة في الحجم، الأسماك الكبيرة في الحجم يكون فيها زئبق زيادة. حتى الأطفال نفضل الأسماك اللي هي صغيرة، يعني نسبة الزئبق فيها أقل. وبعدين مثل ما تقول الدراسة مرتين كفاية في الأسبوع. صح. وطبعا يبتعدون طبعا الاسماك اللي تقدم نيئة مثل السوشي وغيره. أيوة. ما نفضل انهم ياخذونه. طبعا الحوامل المفروض ما تاخذ اصلا السمك نيء، لكن لغير الحوامل اللي يحب الاسماك النيئة لازم تحرصون انكم تاخذونها من مصدر موثوق. ورجعت مطبوخ. معانا صح، رجعت معانا خبيره التغذيه عفره بن كتة. صباحك ورد يا عفره. صباح الخير والسرور على مستمعينا اليوم. حياك الله. خبرينا عفرة عن منتجات الألبان وفوائدها سواء للصغار أو للكبار. طبعا منتجات الأجبان هي جزء من نظامنا الغذائي، خصوصا هاي المجموعة. هي هذه المجموعة غنية بالبروتينات بالكالسيوم، وميزتها أنها غنية بالكالسيوم وفيتامين إي وفيتامين دال. كذلك وجود البروبايوتيك الموجودة فيها هي عبارة عن بكتيريا نافعة اللي تحسن عملية الهضم وترفع من مناعة الجهاز المناعي لدينا. نعم. هاي طبعا ميزاتها. كذلك طبعا احنا محتاجينها يوميا من احتياجاتنا الخاصة. من ضمن احتياجاتنا بالنسبة للحليب طبعا تكون من 2 كوب في اليوم. ممكن استبدالها مثلا كوب حليب مع كوب زبادي، كوب حليب كوب زبادي، قطعة من الجبن، يعني هي من 2 إلى 3، منها الجبن ومنها اللبن ومنها الحليب. نعم. وهي احنا محتاجينها لان البكتيريا الموجودة في الامعاء تتغذى على سكر اللاكتوز الموجود فيها، وغنية سكر اللاكتوز، بحيث انها تنظم عملية الهضم في الجسم. احتياجاتنا اليومية من الكالسيوم الموجود فيها بالنسبة للبالغين هي من 1000 إلى 1200، وبالنسبة للأطفال نبدأ من 2210 إلى 1300 ميلي جرام في اليوم بالنسبة للكالسيوم الموجود فيها، بما يعادل الكوب الواحد يزودنا من 250 إلى 300 ميلي جرام من الكالسيوم. هاي من احتياجاتنا، هي أفضل مصدر للكالسيوم. وإحنا طبعاً دائماً لما نصير نعمل شوبينج أو تسوق في السوبر ماركت نختار المنتجات الأفضل اللي هي تكون مدعمة بالكالسيوم، مدعمة فيتامين إي، مدعمة فيتامين دال. أنا بالنسبة كخبيرة تغذية أفضل أني أخذ مثلاً منتجات الألبان اللي هي الطبيعية، اللي هي مش منزوعة الدسم أو مش قلية الدسم، إلا إذا كانت عندي حالات تستدعي أني ناخذ المنتجات قلية الدسم، مثل الناس اللي عندهم مشاكل القلب أو اللي عندهم سمنة زايدة، فهذه ممكن إحنا نوصي أنهم يأخذون قلية الدسم. غير ذلك فهم يأخذون اللبن العادي بدون ما يكون منزوع الدسم أو قليل الدسم، لأنه يكون أكثر احتواءه من الفيتامينز والمعادن اللي يحتاجها الجسم. عندنا حالات مرضية معينة إحنا نحاول نقلل أو نمنع في فترات معينة لحد ما يتحسن أو يتقبل الجسم هذه، مثل عندنا الناس اللي عندهم التحسس من اللاكتوز أو يسمون اللاكتوز انتوليرانس. أيوة. فهذه يتحسسون من سكر اللاكتوز، فإحنا بهاي الحالة نمنعهم ونبدلهم مثلا بالزبادي. ليش؟ لأن الروب يتحول السكر الموجود اللي هو اللاكتوز إلى لاكتيك أسيد، فما يحس به الأمعاء، ما تحس به في فترة الامتصاص. أيوة. فما يصير عندهم إسهال أو الأعراض الخاصة فيه. كذلك التحسس لبروتين البروتين البقري او اي بروتين خاص هو البروتين البقري بالاخص، فهي ممكن احنا هاي الحالات عند الاطفال نحولها الى
مثلا حليب اللوز او جوز الهند او حليب الصويا في فترات معينه لغايه ما يتحسن عمليه الامتصاص او تقبل الجسم حسب الانزيمات وافرازها ويتم متابعتها، بعدين يقدر الطفل ياخذها بكميات معينه. ممتاز. شكرا بكميات. شكرا لك استاذه عفره بنكت اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي. الله يسلمك. شكرا اختي عفره. الحين راح نروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله راح نتكلم عن موضوع جميل وهو برنامج صندوق المكافآت في هيئة الصحة بدبي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. حياكم الله مستمعينا في برنامجكم صحة وسعادة، البرنامج الصحي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتنا المميزة نور دبي. أرقام التواصل نذكركم فيها مرة ثانية 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. الحين بيكون عندنا ويانا عليا السويدي مدير مكتب قسم خدمات الموظفين بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن صندوق المكافآت. نعم عليا صباحك ورد. يا صباح النور. هلا يا عليا، شخبارك؟ الحمد لله الله يعافيكم. عليا تعطينا أول شيء نبذة، شو هو صندوق المكافآت التابع لهيئة الصحة بدبي؟ إن شاء الله. طبعا هيئة الصحة بدبي أطلقت صندوق المكافآت خلال عام 2018. احنا حبينا عن طريق هذا الصندوق أن نركز على تكريم الموظفين في جميع الوحدات التنظيمية، جميع الإدارات، المستشفيات، فحبينا نعطي الصلاحية لمدراء الإدارات، مدراء القطاعات، حتى مدراء المستشفيات أن يبنون هالنوع من العلاقة بينهم وبين موظفينهم. أن التكريم ما يكون بس مثلا من معالي حميد القطامي، لا، بعد التكريم حتى ممكن من المسؤول المباشر أو مدير الإدارة أو مدير القطاع. فالهدف الرئيسي اللي هو كان تعزيز التواصل، تعزيز يعني طبعا بين الإدارة وبين الموظفين، وفي نفس الوقت خلق يعني بيئة عمل إيجابية فريندلي بين موظفي الإدارة وطبعا إدارة القطاع. صحيح. شو فئات البرنامج؟ يعني منو مفروض الموظفين اللي يترشحون أو يحصلون من صندوق المكافآت من هالبرنامج؟ طبعا مثل ما ذكرت ان الهدف من البرنامج اللي هو توفير منهجيه موحده وتحفيز الموظفين، وطبعا مكافآت الانجازات. يعني احنا وايد مهم عندنا عن طريق صندوق المكافآت هذا مع تعدد فئاته ان نكرم الموظفين بالطريقه والوقت المناسب. ما بيكون يمكن له معنى كبير اذا انا يعني مثلا تاخرت في تكريم الموظف على انجاز معين، فحبينا ان احنا في الوقت المناسب نكرم موظفينا. فالفئات عندنا احنا عدة فئات تحت صندوق المكافآت، منها صندوق الخدمة الطويلة، وطبعا صندوق الخدمة الطويلة بحضور معالي احمد القطامي خلال الاسبوعين اللي طافوا كرمنا ما يقارب 4100 موظف. ما شاء الله. ويعتبر عدد يعتبر عدد كبير. بس يعني كان الصدى الموضوع جدا ايجابي، الموظفين كانوا سعيدين. طبعا فئات او صندوق الخدمة الطويلة فيه عدة فئات فرعية اللي هي اللي أكملوا 10 سنوات بلاس، 15 سنة، 20 سنة و 25 سنة. فهذا واحد من الصناديق. وفي عندنا صندوق المناسبات الرسمية وغير رسمية. حبينا بعد نعطي الفرصة لمدير القطاع أو مدير المستشفى أن أو مدير العيادة يعني ممكن. نعم. أو مدير العيادة. ممكن يكون طبعا بارت اوف ندى مثلا انا مديره عياده ندى الحمر، فاشوف هل انا مشموله من ضمن لا 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 ان شاء الله، يعني هذا الكل جميع مشمولين في صندوق المكافآت، ولكن حبينا نعطيهم الصلاحيه ان يجتمعون مع الموظفين. تعرفين احنا يمكن بحكم الشغل والانضغاط يعني ما في اللي هي الاجتماعات هاي مثلا الدوريه او الاجتماعات الرسميه او غير الرسميه حتى. فممكن انه يسوي اجتماع في ميزانيه تخصص لمدراء المستشفيات، المدراء التنفيذيين للمستشفيات والقطاعات والمؤسسات حتى. هذه الميزانية يقدر يطلع فيها مع موظفين القطاع، ممكن يسوون يوم ترفيهي، ممكن يسوون مثلا يعني نوع من الاكتيفيتي الرياضي، ممكن يكون شيء مثلا رسمي مراجعة الخطة السنوية مثلا للقطاع أو المستشفى. فعلى حسب، عطينا احنا حرية التصرف
في هذه الميزانية، ولكن طبعا ضمن شروط وضوابط معينة. نعم صحيح. وعندنا طبعا صندوق شهادات التمييز، هاي عبارة عن ثلاث شهادات، شهادة من المعالي، الشهادة الذهبية تكون موقعة من معالي حميد القطامي، الشهادة الفضية تكون موقعة من المدراء التنفيذيين للقطاعات والمستشفيات والمؤسسات، وطبعا الشهادة البرونزية تكون موقعة من مدراء الإدارات. فعلى حسب الإنجاز تعطى هذه الشهادة، وطبعا موزعين احنا على الادارات والقطاعات على حسب حجم القطاع. انت عارفين في قطاعات عندنا العدد فيها يمكن فوق 1000، وفي قطاعات يمكن تعتبر نوعا ما صغيره. وعندنا طبعا صندوق ساعات السعاده، وهذا شيء اعلنا عنه سابقا، ان يعني الموظف نوع من التكريم او نوع من تحفيزه ان على انجاز معين ان تعطيه ساعات سعاده، ويقدر مثلا يترخص من الدوام 3 ساعات قبل نهايه الدوام. وفي طبعا صندوق المتميز، معاييرها جدا بسيطة، في ممكن أن احنا يعني أعطينا الإدارات حرية الاختيار، ولكن أعطيناهم بعد اقتراحات من عنا، اللي هي مثلا موظف الأداء المتميز، فارسة الإدارة، موظف الخير، موظف الخير مثلا موظف اللي يساهم في خدمة المجتمع، تنفيذ الأعمال التطوعية، مثلا ممكن القائد الإشرافي على حسب. وفي أشياء اللي هي specialized more، مثلا أفضل طبيب ولا أفضل ممرض ولا أفضل مثلا موظف تميز. فحبينا نعطيهم بعد الحرية شوي نوعا ما، ومثل ما ذكرت ضمن الشروط والضوابط. وأخيرا عندنا صندوق فرحة، طبعا تقوم إدارة الـ يعني الإدارة المعنية أو إدارة القطاع أو المستشفى في حال الموظف هذا رجع من الحج، رجع من العمرة، كان مثلا في سكلي مدة طويلة، ممكن أنه مثلا جاء مولود جديد، إن كان للزوج أو الزوجة، يعني الموظف أو الموظفة، فحبينا أنه أو حتى الرجوع من الخدمة الوطنية، حبينا أنه يعني الـ الإدارة نعطي الصلاحية للإدارة أو إدارة المستشفى هي تكرم هذا الموظف أو نوع من الابريشيشن والتقدير. فهذا ملخص لصندوق المكافآت. ومثل ما ذكرت سابقا، الهدف من هذا الصندوق أنه يعني يكون شيء موحد معمم على جميع الوحدات التنظيمية في الهيئة. ممتاز. أختي عليا، كيف يتم تعريف الموظفين عن وجود هذه الفئات في صندوق المكافآت؟ احنا بديناها، هو تم اطلاق الصندوق في تقريبا شهر اغسطس من 2018. فاحنا شفنا انه لازم نسوي هذا، يعني نطبق دليل صندوق المكافآت على مراحل. طبعا اول شيء بدينا بصندوق الخدمة الطويلة، مثل ما ذكرت كرمنا 4100 موظف. تم التعريف عن طريق ورش، ورش كانت في ورش للقيادة، كان في ورش للمنسقين، كان في ورش أيضا للموظفين. تم تعميمها أيضا عن طريق الـ البريد الإلكتروني المخصص لمثل هذا النوع من المبادرات أو هذا النوع من الانيشيتيف. فحبينا إحنا، وطبعا كان في اجتماعات مكثفة مع منسقين التكريم والتحفيز في القطاعات والمستشفيات لنشر هذا النوع من المبادرات. فقلنا ان بنطبقه على مراحل، فخلصنا تقريبا المرحله الاولى، حاليا احنا في المرحله الثانيه. ان شاء الله على بدايه 2019 يكون معمم بشكل عام ومطبق على جميع المراحل. ممتاز. استاذ علي، شو الاثر اللي شفتوه على الموظفين؟ مثلا احنا بدينا بالمكافاه مال الخدمه الطويله، شو الاثر اللي شفتوه على الموظفين بعد تطبيق اول مرحله من مراحل صندوق المكافآت؟ الموظفين كانوا مثل ما قلت لك جدا سعيدين، كان في ردة فعل إيجابية. في نفس الوقت ما شاء الله، يعني التجمع اللي كان صاير في الاحتفالين اللي قامت فيهم هيئة الصحة بدبي كان شيء جدا جميل. الصور حتى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت احنا هذا ما سويناه من فراغ، احنا كانت تتينا مثل ملاحظات، تعرفين يعني مثلا في بكم نفتخر أنتم تكرمون الخدمة الطويلة اللي هم كملوا 30 سنة وفوق. فشو عن اللي كملوا مثلا 10 سنين أو 15 أو 20 أو 25؟ فهل في نوع من الابريشيشن؟ هل فهذا حبينا نخليه ضمن صندوق المكافآت، أن تكون عنده طبعا السي او أو المدير التنفيذي للقطاع أو المؤسسة أو حتى المستشفى الصلاحية أن يكرمهم، وطبعا مع وجود معالي حميد القطامي.
فالصدى كان جدا إيجابي، الموظفين كانوا يعني سعيدين، ما كانوا متوقعين هذا الشيء يعني يصير، والحمد لله صار. فبشكل عام كانت تجربة جدا جميلة، وإن شاء الله بتنعاد كل عام. والله كان شيء وايد جميل، بما أني كنت واحدة من الموجودين المكرمين صراحة وايد استانسنا وفرحنا بالموضوع. جميل، شكرا حبيبتي، مشكورة أختيك علي السويدي. شكرا لك يا علي، ونهارك سعيد. شكرا. شكرا، نهاركم سعيد. طبعا ميسوم وجود من هالنوع من انواع المبادرات اللي من صندوق المكافآت اللي يكرم الناس على خدمتهم الطويلة، هاي المرحلة الأولى طبعا، وغير المراحل ذكرتها عقب الأخذ عليه هو طور التطبيق، يعطي يعني يشجع الموظفين يكون حس ولا حتى عندهم عالي، إنه طول ما أنت تشتغل في هذه الهيئة فحتى سنوات خبرتك ممكن تعطيك تكريم، وفي مبالغ مالية ما شاء الله جميلة عطيت للموظفين، في دروع عطيت لهم، في شهادات تقدير. فيعني شيء جميل إنه يكافئ الموظف مو بس على تميزه في عمله، على ولا أو خدمته طويلة للهيئة. لا، هي مبادرة جميلة جدا، تقريبا كل اللي كانوا موجودين كانوا صدق يعني فرحانين وحابين يشاركون، ما شاء الله العدد كان وايد كبير. صح، وما شاء الله كلهم حضروا وصوروا. بغض النظر عن العدد كان يعني هو مبادرة جميلة، مبادرة إيجابية للموظفين. صحيح. احنا الحين ان شاء الله رح نطلع فاصل، بعد الفاصل رح نتكلم عن فعاليات يوم الأشعة العالمي مع الأخت كلثم عبد الواحد البستكي، أخصائي أول أشعة في مستشفى راشد، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا بأرقام التواصل على 6005514114 ورسائل نصية على 4006. شو عندنا الفقرة الحين يا ميسون؟ عندنا كلثم عبد الواحد البستكي، أخصائي أول أشعة في مستشفى راشد، بتكلمنا عن فعاليات يوم الأشعة العالمي. حياك الله أختي كلثم. وصباحك ورد يا كلثم، حياك الله معنا في الاستوديو. أهلين، صباح الخير. صباحك ورد، خبرينا عن شو فعالياتكم في يوم الأشعة العالمي، أو شي متى يوم الأشعة العالمي، وشو الفعاليات اللي عندكم في مستشفى راشد؟ في البداية بغيت أشكركم على استضافتي في البرنامج، ومثل ما أنتوا قلتوا صباحكم خير، أنا أقول لكم صباحكم مشع. بمناسبة يوم الأشعة العالمي إن شاء الله بيصادف 8 نوفمبر باكر يوم الخميس إن شاء الله. في مثل هذا اليوم العالم ويليام رونتجن اكتشف الأشعة، وتم استخدام الأشعة في مجالات مختلفة من الطب، وإحنا في هذا اليوم كفنيين أشعة وأخصائيين أشعة نحتفل بهذا اليوم على مستوى هيئة الصحة في دبي. فكل بتشوفين كل المراكز الصحية ومستشفيات هيئة الصحة تحتفل باليوم الأشعة العالمي. ممتاز. في هذا اليوم. جميل، وانتو شو مجهزين فعاليات باكر في مستشفى راشد؟ ان شاء الله في مستشفى راشد بيكون في مثل فعاليات للاحتفال بهذا اليوم. طبعا اهم شيء احنا بنسويه هو توعية المرضى، ومش بس المرضى، حتى توعية الطاقم الطبي الموجود في المستشفى نفسه، وتوعية الزوار، توعية مرافقين المرضى، بالإضافة الى توعية طلبة المدارس اللي هم على وشك اختيار تخصصاتهم، وبالإضافة الى توعية طلبة الطب ايضا. نعم. اللي هم في ستيل في طور اختيار تخصصهم. نعم. شو الخدمات أو الأشعة أو الأجهزة المتوفرة في المستشفى أختي كلثم؟ عندنا خدمات متعددة في مستشفى راشد، خصوصا في قسم الأشعة. عندنا الأشعة التلفزيونية اللي احنا نسميها الأتراساوند، الأشعة المقطعية السي تي سكان، أشعة الرنين المغناطيسي الام ار اي، والأشعة السينية، والأشعة الاكس اللي هي للعظام والأجزاء المختلفة من الجسم، إلى جانب الأشعة التداخلية اللي هي الانجيوغرام. ممتاز. وطبعا بغيت أسلط الضوء على الخدمات الجديدة اللي الحين احنا نمارسها في قسم الأشعة في مستشفى راشد، ويمكن احنا الوحيدين على مستوى هيئة الصحة ومستوى الإمارات اللي بدينا في هالخدمات الجديدة، اللي هي أشعات الجهاز الهضمي نسميها احنا غاسترو انتستينال راديولوجي، وأشعات الجهاز العصبي نيورو راديولوجي، أشعات الأجهزة التنفسية ووظائف التنفس جيست راديولوجي،
وأخيرا وليس آخرا الفاسكولار راديولوجي اللي هو أشعة الأوعية الدموية. ممتاز. جميل جدا. أنت ذكرتي في البداية أن من ضمن الفعاليات اللي بتسوونها باتشر أنكم بتوعون طلبة المدارس وطلبة الطب عن وجود هالخدمات وعن تخصص الأشعة. كيف تشوفين الإقبال على تخصص الأشعة وشو سبب ممكن في ناس تعزف عن التخصص أو ممكن تخاف منه شوي؟ هو الشيء الوحيد اللي يخليهم يخافون هم يخافون من خلنا نقول خطر الأشعة. هم ما عندهم هم ما عندهم وعي كافي بإيجابيات الأشعة أو لأن الخطر الحين اللي يصدر من الأشعة قليل جدا يكاد لا يذكر. نعم. في وسائل وقاية صح أختي؟ أكيد في وسائل وقاية. المريض يلبس شيء إحنا نسميه ليد إبرن يعزل الأشعة. نعم. بالإضافة إلى إحنا عندنا شيء مثل نسجل أو نراقب كمية الأشعة اللي تدخل في الجسم. نعم. للموظف الأشعة يكون لابسنا. هي مش بس موظف الأشعة يكون إحنا لابسينه، هذا شيء إجباري. أنا قصدي للمرضى. نعم. مع كل صورة يكون في مثل مراقبة كمية الأشعة اللي داخلة في الجسم بحيث أنها تكون آمنة. أيوة آمنة. وفي فوق هذا إحنا أي طلب للأشعة يوصل من الطبيب المعالج يتم مثل إحنا نسوي له سكرينينج نشوف هل فعلا له داعي هذا التصوير أو لا، أو في تصوير بديل لهذا النوع من الأشعة أو لا. ممتاز. وبغيت أضيف شيء ثاني دكتورة ندى، إحنا بالجانب إلى التوعية اللي بنسويها بيكون في عرض لبوسترات آخر ما توصل إليه العلم أو بالأصح الطب الأشعة في اكتشاف الأمراض بواسطة الأجهزة الجديدة اللي عندنا. وعندنا بوسترات أيضا، وعندنا بيكون عرض مبسط للأجهزة بنيب الأجهزة اللي ممكن إحنا ننقلها بنيبها إن شاء الله وبنستعرضها في عندنا في الريسبشن في مستشفى راشد. ممتاز. تعطينا بس نبدأ شو الأجهزة الجديدة أو شو أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأشعة؟ مثل ما قلت أنا عندنا الخدمات الجديدة اللي هي فانكشنال، مثلا بعطيك مثال اللي هو الفانكشنال MRI اللي هو الرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ. يعني أثناء الدماغ يفكر ويحلل في الشيء إحنا الرنين المغناطيسي يقوم بتصوير هذا الشيء. ممتاز. ممتاز. طبعا هاي خدمة جدا جديدة يستخدمونها في أمريكا وفي أوروبا، والحين إحنا مستحدثينها تقريبا من شهر. ومن المفروض يكون مستفيد من هالخدمة بمنها ما شاء الله متطورة عن الإماراي العادي؟ يعني من المرضى اللي المفروض يسوون فانكشن الإماراي؟ عندنا مرضى اللي يجونا من عيادات الأعصاب اللي عندهم مشاكل في الأعصاب، أو المرضى اللي مفروض يسوون لهم مثلا عمليات خطيرة يشلون لهم مثلا أورام من الدماغ. فإحنا في الرنين المغناطيسي في الفانكشنال MRI إحنا نحدد وين بالضبط اللي هو المنطقة الآمنة اللي مفروض الطبيب المعالج ما يدقها أثناء، لأن هالمنطقة مثلا تؤثر على الحركة، هالمنطقة تؤثر على الذاكرة، هالمنطقة تؤثر على النطق. صحيح. ممتاز. ممكن بس أمثلة على الأمراض الأعصاب، يمكن الناس يعني يقولون شو ممكن يكون في أمراض أعصاب؟ ممكن مثلاً مثلاً أتوقع عندك التشنجات. أيوة. يمكن عندك وغيرها. التشنجات. صح. عندك التهابات الحركية الأشياء الحركية. أيوة. الذاكرة. إنزين كرتم، في وايد أسئلة توصلنا يقول لك بالنسبة للإماراي، خصوصاً الإماراي لأنه مسكر. أيوة. فالناس دائماً تخاف دخلت الإماراي هاي. في ناس تقول ولا والله الإماراي المفتوح أقل دقة من الإماراي المسكر، فشو الفرق بين هالجهاز؟ هل فعلا نفس الدقة تعطيهم ولا لا؟ هو تبين الصراحة الإماراي المغلق أدق أكثر، بس هو عشان المريض يخاف فهي بيروح للإماراي المفتوح. أنا عندي فوبيا من الأشياء المسكرة. إحنا عندنا وايد حالات فعلا في نص البروسيجر المريض يصارخ ويقولنا لا والله بعد المدة يقعد داخل بعد مو بشوي والله تقعدون 45 دقيقة. لا دكتورة ندى، مش كل البروسيجرز تاخذ 45 دقيقة، في بروسيجرز 20 دقيقة. أيوة. وبعدين هالأجهزة الحديثة اللي عندنا احنا تاخذ وقت أقل مقارنة بالأجهزة القديمة اللي كانت موجودة عندنا. ممتاز. وفوق هذا لا تنسين احنا عندنا مثل انترتينمنت، تحاول يعني نعطيهم السماعات وفي قرآن وشي شكلك عندك خبرة جربت المرة قبل يعني شفت الوضع هو يعني
شوي خوف في البداية صراحة. وجود القرآن أحيانا ما يساعد وايد واحد لكن يعني بعض في بعض الحالات ضروري واحد يسوي الإمراي يعني لا التشخيص ما يتم من غير الإمراي. إذن أنت قلتي إنه في وايد ناس تخاف من مضار الأشعة، فشو مضار الأشعة وشو فوائد الأشعة؟ لو نركز على الفوائد أكثر من مضار، شو فوائد الأشعة بخصوص من ناحية تشخيصية مثلا؟ طبعا الأشعة هو أداة من أدوات التشخيص اللي يستخدمها الطبيب المعالج. فالشيء الوايد مهم هني نستفيد منه من الأشعة هو الكشف المبكر للأمراض عموما وللأورام خصوصا. فكل ما كان التشخيص أبكر للمرض كل ما كان العلاج أسرع ونسبة الشفاء كانت أعلى. ممتاز. وطبعا إلى جانب هالتشخيص المبكر والعلاج الأدق ونسبة الشفاء المستعجلة، إلى جانب ذلك عندنا إحنا مثل ما تقولين therapeutic radiology اللي هو نعالج في الأشعة العلاجية. أيوة نعم. أيوة اللي هي أنا أتكلم عن الأشعة التداخلية هني اللي هي الأنجيوغرام. يوم يكون في مثلا انسداد في الأوعية الدموية احنا نسميه بلوكج. الطبيب الأشعة مال الانجيوغرام هو يفتح هذا البلوكج ويشله فبدون ما يدخل المريض لأي عمليات ويتم في المستشفى. جميل جدا. ممتاز. من الناس اللي ما يقدرون نعرضهم للأشعة يعني ممكن نقول لهم ما نقدر نسوي لكم أشعة؟ طبعا المرأة الحامل. أيوة. احنا طبعا هذا شيء مهم ان نسأل كل مريض فيميل حرمة نسألها طبعا أسئلة معينة بخصوص فترة الحمل. لازم ما تكون ما تكون حامل متأكدة 100% ما تكون حامل. صحيح. إنزين كرتم الحين لو نتكلم عن تجربتك أنت كأخصائية أشعة، كلميني عن تجربتك وكيف تلاقي العمل في مجال الأشعة وكيف ممكن التطور المهني في وظيفتك كأخصائية أول الأشعة. دكتورة أندي طبعا تعرفين بما أنك أنت في المجال الطبي في أي شيء في يخص الطب، الطب يتطور يوم بعد يوم. صح. يعني مثلا اللي أنا درسته على أيامي في وايد أشياء انضافت إلى يومنا هذا. صحيح. فالموظف اللي يشتغل في مجالات الطب دائما يكون لازم على دراية وأبديت دائما بالنيوب بالأشياء الجديدة. خبرينا شو درستي؟ وين درستي؟ كم سنة دراسة؟ الحمد لله أنا درست ميديكال إيميجينج اللي هو التصوير الطبي في تقنيات دبي. وأثناء شغلي في هيئة الصحة كملت تخصصت في الماموغرام. والحمد لله أول إماراتية حاصلة على شهادة الزمالة الأمريكية من جامعة ستانفورد. ما شاء الله. للديجيتال ماموغرام. الحمد لله. وشو رأيك في عملك كأخصائية يعني أشعة؟ كلمي عن تجربتك في وظيفتك اليومية يعني كيف تشوفين وظيفتك؟ هي تجربة بشجع الناس لأن يدخلون الميديكال إيميجينج. هي تجربة جدا جميلة. أنت كل يوم تشوفين إكسبيرينس جديد، كل يوم تتعلمين شيء جديد، كل يوم تتعرضين إلى خبرات جديدة تكتسبينها. وفي نفس الوقت أنت تعلمين الجيل الجاي. أنت مش بس تعلمين نفسك. صحيح. قدي تخصصتي في الماموغرام هي أشعة الصدر الثدي. أيوة. شمعنى اخترتي هذا التخصص في الأشعة؟ أنا شفت أن هذا المجال كان قليل جدا المواطنات كانوا يدخلونه أول ما درست الميديكال إيميجينج. والحمد لله يعني أول ما مارسته قبل ما أتخصص كنت أتقن هاي الشغلة. فترشحت عن طريق إدارة القسم أن أكمل الزمالة الأمريكية برا بناء على الممارسات اليومية اللي كنت أمارسها اليوم. ممتاز. الحمد ممتاز. لله. وهذا يؤكد نفس اللي تكلمنا قبل الفاصل عن صندوق المكافآت اللي كان موجود. أيوة. أن الهيئة تدعم الموظف المتميز. وفعلا تكرمت بعد الحمد لله. بعد تكرمت كذا. ما شاء الله. فما شاء الله البيئة الداعمة دائما موجودة. وإحنا دائما نقول عدم وجود بيئة داعمة ما يخلق موظف مبدع. الموظف المبدع هو اللي يحصل بيئة داعمة تدعمه أنه يبدع، أنه ينجز، أنه يحقق. فما شاء الله يعني واضح أن الدعم كان لك موجود والدليل أنت رحت تخصصي وكنت أول إماراتي. إنزين كلثم لو نتكلم الحين عن الماموغرام، وايد من النساء عندهم معلومات خاطئة عن الماموغرام، إنه مو بآمن، إن أنا ما فيني سرطان، الماموغرام هو بسبب السرطان بما أن تعيده كل سنتين، إنه ممكن يسبب أورام في الثدي، إنه ممكن يغير من الورم الحميد، مثلا عندها ورم حميد في الثدي إذا سويت ماموغرام ممكن يتحول إلى سرطان. وايد في معلومات مغلوطة، فأنت شو رأيك في الكلام ومدى كون الماموغرام آمن؟
طبعا هاي المعلومات اللي قلتيها دكتورة ندى، كل هالمعلومات أنا كنت أسمعها يوميا أثناء ممارستي. نعم. وكل يوم كنت أصلح المعلومات حق المرضى اللي عندي. بالعكس، الماموغرام فحص جدا مهم، الحرمة لازم تسويه من 40 سنة وفوق مرة. نعم. واحدة في السنة. لازم تسوي، سواء كان عندها مشاكل في الثدي أو ما عندها مشاكل. ممتاز. هو تسويه كفحص دوري. فهل هو آمن؟ هو جدا آمن. أول شيء أنت الحرمة تسويه مرة في السنة، وبعدين نسبة الإشعاع اللي طالعة من الجهاز الماموغرام جدا قليل، يكاد لا يذكر. نعم. فوق هذا إحنا نسوي فحص دوري للجهاز، نشوف نسبة تسرب الأشعة. ممتاز. وإلى جانب شهريا نسوي مثل تيست اللي إحنا نسميه PPM، نتأكد من صلاحية وجودة الجهاز نفسه أنه ما يسرب أشعة غير ضرورية. نعم، ممتاز. هل هو مؤذي كعملي كبروسيجر إذا يسووا الماموغرام؟ هل هو يؤذيهم بالضغط أو شيء؟ هو في السابق يعني قبل، خلنا نقول قبل 15 سنة، يوم الجهاز كان شوية أقدم عن كذي. أيوة. كان الفحص نفسه كان يطول، فالألم كان يعني تقدرين تقولين عنه مزعج. أيوة. لأنه ياخذ فترة أطول، الحين يكاد يكون ثواني فقط. صحيح. صحيح. جميل. فهذا يعني نطمن النساء اللي مفروض يكون لها فحص ماموغرام، لأن نشوف بعض النساء تشرد منه. لا لا، الدكتورة تطلبه وتشرد تقول لا خاف يعور. لا لا، هو ما بيعور الحين مثل ما كان يعور قبل 10 سنوات. بالضبط. يكون يعني محتمل. في تقدرين تقولين له فحص مزعج مش مؤلم. مزعج. بس حبيت استغل الفرصة وسألت سؤال عن أنا سمعتنا في الذكاء الاصطناعي دخل عندكم في الأشعة. فممكن بس تخبرينا كيف هذا اللي تكلمت عنه أنا في الرنين المغناطيسي الوظيفي. أيوة. أثناء الفحص يكون نعرض على المريض مثل أسئلة. نعم. مثلا يقول، بس طبعا ما بيجاوب، هو بس يفكر، يفكر أثناء التفكير والتحليل، الجهاز يسوي تحليل حق الدماغ. ممتاز. جميل جدا. صراحة. وهل تقنية كانوا يستخدمونها في أمريكا في أوروبا، الكشف عن المجرمين تقريبا. فشوف طريقة تفكيرهم، يعني لا يقولون. أيوة. المجرمين بالعادة طريقة تفكيرهم في طريقة محددة. في حد إني يبي يجرب، مخرج يبي يجرب، اطلبوا له فانكشن بنسوي له عنا موعد. موجود موعد لك وصفة يوال، بتعطيك موعد كلثم. زين كلثم، كلمة أخيرة حابة تقولينها عن قسم الأشعة، أو دعوة حابة تقدمينها حق يوم الأشعة؟ أكيد أكيد، هذا شيء أكيد. بغيت أدعي المستمعين إن شاء الله باكر يشرفونا في ريسبشن مستشفى راشد من الساعة 9 صباحا لين الساعة 1. بيكون في مثل توعية ليوم الأشعة العالمي، وفي عرض للأجهزة، وفي عرض للأبحاث، آخر الأبحاث اللي توصلت لعلم طب الأشعة. ممتاز. فكلكم مدعوين إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا بقى يعني يكون في وعي أكثر أو توعية أكثر طلبة المدارس والجامعات. هي. عن هذا التخصص الموجود، مثل ما تفضلتي إن العدد المواطنين فيه قليل. هي. فنبقى يدخلون في هذا المجال، لأنه فعلا فعلا مجال مهم، إن خصوصا إن الأشعة الحين ما شاء الله مثل ما تفضلتي في تطور كبير فيها والذكاء الاصطناعي دخل، فنبغى يكون في توعية أكثر عشان الأهل يتشجعون ويخلون بناتهم يدخلون هالمجال، ما مو بس الطب فقط، كطب كطبيبة يعني، في ممرضة، في الأشعة، في المختبر، فنبغى هالتخصصات كذا تكون فيها مواطنات. وفعلا احنا عندنا حملات نزور المدارس الثانوية العامة. ممتاز. نتكلم عن الأشعة، عن الفوائد الأشعة، عن أضرار الأشعة. ممتاز ممتاز. فعلا جميل. هذا الشيء موجود. شكرا لك كلثم عبد الواحد البستكي، أخصائي أول أشعة في مستشفى راشد، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل غدا في فعالية الأشعة. شكرا كلثم. يعني ميسون، تشوفين ما شاء الله كل مرة نستضيف ضيف عندنا في البرنامج، تشوفين يقول لك عن الدعم اللي هو حصله، سواء كان ابتعاث، سواء كان لما استضفنا دكتور الصفدي، الدعم اللي حصله في تقنية دبي ترميم الصمام التاجي وغيره وغيره. فما شاء الله إحنا نحصل دعم، بس يبالى موظف يبحث عن التميز، موظف يتعب على نفسه ويتعب انه هو يجتهد في انه يجيب افكار، يجيب مبادرات، والهيئه بتدعمه دائما. صح الكلام يا ميسو؟ طبعا يا دكتوره ندى، مش احنا دعمتنا الهيئه واخذنا البورد ودرستنا البورد الحمد لله وشهاده جبناها. هيئه الصحه طبعا لها فضل كبير في تخصصاتنا، ان احنا اغلب الطبيبات سوينا البرنامج في دبي. وما احتجنا حتى نسافر او ان نسوي بس الامتحان، مجرد للامتحان.
فطبعا ما حد ينسى هالفضل وشيء جدا جميل. والواحد يقول نحن نعمة في دولة الإمارات، نعمة في دبي وفي أبوظبي في كل الإمارات طبعا، والحمد لله، لله الحمد والشكر. ممتاز، شكرا لك يا ميسون وجودك اليوم معنا في البرنامج، أثريتي الحلقة ما شاء الله، وجودك دائما يضيف لمسة جميلة للبرنامج. الله يخليك. أنتي الله يخليك والله، صراحة لك لمسة في البرنامج جميلة جدا. شكرا لك يا ميسون، ومخرجة مو بعيبنا الكلام. شكرا لك يا وائل وجودك معنا. شكرا لك يا كلثم، شكرا لك يا أميرة أم خليفة وجودك معنا اليوم وكل يوم، يعطيكم ألف عافية طاقم البرنامج. شكرا لكم مستمعينا، إن شاء الله كنا ضيوف خفاف عليكم في خلال هالساعة الإذاعية، وإن شاء الله إن شاء الله نلتقيكم غدا يوم الخميس الونيس. فإلى أن ألقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.